belt, startul cu spatele înspre strict, start, conveyor, belt, motor. طيب احنا عندنا ايه الاول ستارت وسبوت يعني من الفلتر لوكينج من الانبوتس والاوتبوتس بتوعنا فاحنا عندنا ايه ستارت وسبوت اوكي يا ترى عندي فان يا ترى بيضه خالص كده ماشي كمل كمل لا كمل كمل طيب بعد كده بيقول لك ايه بيلت runs until the box reaches the far end where a limit or switch becomes on. واحنا عندنا ايه كمان على الليمت سويتش ده ده انبوت معانا تمام حب هو الليمت سويتش ده بيعمل ايه بيقول لك انا هرسم المساله الاول بس بقول لك اول قرايه اقراها ترص الانبوتس والاوتبوتس في المساله بعد كده اقرا قرايه ثانيه حاول تفهم منها بقى مش ده متلخبط مع ده ازاي طيب becomes on and the belt motor is deactivated ماشي واحنا عندنا output هو البلت موتور ماشي to avoid continuous operation of the belt motor in case of accidental pressing on the start push button without having the box loaded on the belt a stop push button can be pressed to activate deactivate the belt motor فاحنا عندنا ايه كمان stop push button push button can be pressed to activate if the belt motor has been continuously active for 5 minutes it should automatically deactivate it it is required to develop a PLC program to control operation system طيب احنا كده ايه عرفنا ايه الانبوتس والاوتبوتس بتاعنا ان في ستارت بوش باتون عندي وفي ستوب بوش باتون وفي ليميت سويتش لما البوكس او العلبه اللي بنقلها دي بتوصل للاخر والاوتبوت بتاعي هو الموتور اللي انا هكنترول عليه ماشي طيب نرسم الرسمه دي هو حاجه عامله زي كده في هنا زي سنسور بيشوف لو البوكس موجود هنا ده اسمه ده الليميت سويتش ماشي طيب وهنا في الاون والاوف ستارت وستوب اللي بيشغله والحاجه هو بيقول لك انا لما احط البوكس هنا هدوس ستارت بوش باتون فيوديها لحد هناك ده ينور المفروض الموتور يطفي ويقولك عشان كمان لو انت حطيت حاجه بالغلط ودوست ستارت بوش باتون فانت عندك ستوب ده عشان لو بدا يتحرك توقف السير ده فما يوصلش لهناك ماشي ماشي طيب كان في ايه تاني بيقولك اه لو الموتور فضل شغال لمده 5 دقايق لو الموتور فضل شغال 5 دقايق من غير ما يقف لازم يقف لوحده دي اكتيفيتد لوحده فالموضوع فيه تايمر معايا ان عندي تايمر عشان الخمس دقايق طيب احنا اتفقنا ايه احنا هنا ما عنديش غير ستيت واحده بس في السيستم على الاقل في اول جزء من المساله ما عنديش غير ستيت واحده ليه او ماركر واحد عشان ما عندناش غير اوتبوت واحد بس ده هو الموتور تمام معايا يا ريمون ماشي طيب تعال نشوف اللوجيك اللي بيشغل الموتور او ايه الحاجات اللي هتشغل الموتور وايه الحاجات اللي هتعمل له ريسيت تمام طيب. الحاجات اللي هتشغل الموتور ان انا ادوس على ستارت بوش باتون طيب وانا لما هاجي ارسم اللادر دايجرام بتاعي ادي ماركر 1 تمام ماركر 1 اهو مين اللي هيعمله ست الستارت بوش باتون ده هدي له مثلا الرمز اكس 1 وادي للسويتش اكس 2 الليمت سويتش ده وادي للستوب اكس 3 يبقى انا اللي يشغلني اكس 1 بس صح؟ صح طيب واحنا اتفقنا ان احنا لازم الماركر اسيلف لاتش عليه في الانترلوكر فهقوم عامل سيلف لاتش على ام 1 وانا كده عملت الجزء اللي يشغل الموتور
تمام. مين بقى اللي يوقفه؟ انا ادوس على ستوب بوش بوتن مش كده؟ تمام. او ان الليمت سويتش يوصل مظبوط، او ان التايمر يخلص خمس ثواني خمس دقايق قصدي، في واحد كمان توقف لي الدنيا دي يعني. المفروض انا وانا بنطق انا قلت ايه، اكس 3 او اكس 2 او تي 1، قلت يوقفه يعني احط بار. فلو خدنا دي مورجان اكس 3 دوت اكس 2 عشان بس انا ليه كتبتهم بالمنظر ده، ده كده ده اللوجيك اللي يشغل الدنيا، ده اللي يخلي الدنيا اون، ده السيلف لاتش، وده اللي يخلي الستوب بوش. تمام. في تايمر شغال، عايز اعرف ايه اللوجيك بتاع التايمر. اللوجيك بتاع التايمر ان يكون ام واحد فاضل شغال، التايمر ده تبقى الكي بتاعته هو قال لك خمس دقايق، خمسة في 60 ثانية في 10، 10 دي عشان الكي، احنا لو نحط الثانية في الـ DLC بنضربها في 10. تمام. بعدين 3000. وده اللوجيك بتاع التايمر، هيعد خمس ثواني على مين؟ على اوبريشن الموتور، انه يفضل شغال خمس ثواني خمس دقايق. ومين المسؤول عن تشغيل الموتور؟ هو ماركر 1. فلو خليته يعد على ماركر 1 خمس دقايق فهو خلاص كده ماشي. يلا نرسم الكلام ده، احنا قلنا اكس 1، ادي اكس 1، قلنا نعمل سيلف لاتش، نعمل سيلف لاتش، نقول بقى ادي اكس 3 نقطة اكس 2 نقطة 1 ماشي. وعايز احط التايمر، التايمر قلنا اللوجيك بتاعه هو ايه؟ ام 1 هو اللي هيشغل التايمر اللي الكي بتاعته ب 3000. تمام. ناقص ايه بقى؟ نخلي الماركر ده يطلع على الاوت اللي هو الموتور، هقول الماركر ده كمان خليه يأوت على الموتور اللي هو واي واحد. ده كده اول جزء من السنة. تمام.